أهلا بكم أصدقائي في أعرف. عندما تذكر الحدود الدولية أمامك، فمن المؤكد أنك تتخيل جوازات السفر والأسلاك الحديدية الشائكة والأبواب الضخمة التي تفصل كل دولة عن الأخرى. ولكن في الحقيقة ليست كل الحدود بهذا الشكل، إذ أن هناك حدوداً لا يمكن عبورها إلا بتسلق جبل شاهق، وحدوداً أخرى يمكن عبورها في منتصف أحد الفنادق. فدعونا اليوم نتعرف معاً على أغرب الحدود بين الدول المختلفة في العالم. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. واحد، الحدود الفاصلة بين باكستان والهند. تم فصل باكستان عن الهند منذ سنة 1947، أعلنت كل منهما أراضيها واستقلال دولتها عن الأخرى. ومنذ ذلك الوقت إلى الآن أصبحت المنطقة الحدودية بينهما منطقة نزاع دائم وحرب، لذلك فهي تعد واحدة من أخطر الحدود في العالم. ولكن أكثر ما هو مثير فيها التقاليد التي اعتاد السكان المحليون بكل دولة فعلها في المساء لإظهار القوة للدولة الأخرى وإغلاق البوابة الواصلة بينهما. فكل دولة فيهما تقوم بإنزال علمها ويؤدون عرضاً عسكرياً أشبه بعرض راقص بين جنديين لينتهي بسلام باليد. بينهما كل هذا وسط حضور عدد كبير من السياح أتوا إلى تلك المنطقة الحدودية لمشاهدة هذا العرض الغريب من نوعه. 2، الحدود الفاصلة بين هولندا وبلجيكا. إذا نظرت إلى تلك المنطقة لن تتخيل مطلقاً أنها منطقة حدودية تفصل بين دولتين مستقلتين، ولكنك ربما ستلاحظ هذا الخط الموضوع في منتصف الشارع، وهو فقط الذي يفصل بينهما. وما هو مدهش حقاً أن هناك منازل كثيرة موجودة في الدولتين في آن واحد، إذ أن الخط الفاصل بينهما يقطعه مجموعة كبيرة من المنازل. 3، الحدود الفاصلة بين زامبيا وزيمبابوي. تعد الحدود الفاصلة بين الدولتين من أكثر الحدود الملحمية بين كافة الدول، إذ أن الفاصل بينهما هو نهر الزمبيزي، فهي حدود طبيعية 100% لم يتدخل بها الإنسان مطلقاً. ولكي يمر أي شخص من إحدى الدولتين إلى الأخرى يجب عليه أن يعبر هذا الجسر الضخم. وأكثر ما هو مدهش في تلك الحدود أن طريق عبورها مليء بالمناظر الطبيعية الخلابة والشلالات الضخمة، لذلك يسعى عدد كبير من السياح إلى عبور هذه المنطقة الحدودية لرؤية هذا المشهد الرائع. 4، الحدود الفاصلة بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي. تفصل هذه المنطقة الحدودية بين ثلاثة دول ألا وهم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، وهي عبارة عن فاصل طبيعي مكون من نهرين متقاربين، وقد استغلتها الدول الثلاثة لتكون منطقة جاذبة للسياح، إذ أن هناك جسر يربطهم ببعضهم جميعاً، وهو مصدر جذب للسياح لأنه موجود بالقرب من شلالات أوغوازو. 5، الحدود الفاصلة بين النمسا وألمانيا. تعد قرية يونغ هولتس واحدة من القرى الرائعة للغاية في النمسا، وهي تقع في ولاية تيرول، ولا يتمكن السكان من الدخول إليها إلا عن طريق المرور بألمانيا أولاً، وقد تسبب ذلك في غرابة الحدود بينهما بشكل لا يصدق. كان من الصعب الدخول لهذه القرية إلى أن انضمت النمسا للاتحاد الأوروبي عام 1995، والغريب أن سكانها يستخدمون العملة الألمانية ولا يستخدمون عملة النمسا، واستمرت هذه العملة على هذا الحال حتى تم اختراع عملة اليورو في عام 2002، وأصبح الآن بإمكان أي شخص الدخول لهذه القرية من النمسا عن طريق ممر واحد. وفي عام 2019 أثبتت الإحصائيات أن هناك 294 شخصاً يعيشون في هذه المدينة الصغيرة، ولكن عادة يأتي الكثير من الناس من مختلف بقاع العالم لزيارتها والتمتع بمعالمها. 6، الحدود الفاصلة بين فرنسا وسويسرا. هذا الفندق الموجود أمامكم هو رسمياً يعد الحدود الفاصلة بين فرنسا وسويسرا، وهو يقع في قرية صغيرة تسمى لوكور،
وهي تعد من أغرب الحدود المعروفة حول العالم، إذ أن النزلاء من الممكن أن يدخلوا للفندق من إحدى الدولتين ليجدون أنفسهم كائنين في غرفة تقع بالدولة الأخرى. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية كان يمنع أي شخص من العبور لأي من الدولتين عن طريق هذا الفندق، فتم إغلاقه تماماً. ولكن الأمور تغيرت كثيراً الآن، وأصبح التجول في كافة جوانبه أمر ميسور للجميع. 7. الحدود الفاصلة بين إسبانيا وفرنسا. في داخل جبال البرانس يمكنك أن تجد قرية غريبة تفصل بين الأراضي الفرنسية والإسبانية، وتسمى بلوبيرتوس بالفرنسية وإلبرتوس بالإسبانية. وتحتوي هذه القرية على شارع رئيسي يوجد به جانب فرنسي وجانب إسباني، فالجانب الأيمن بمبانيه ينتمي إلى دولة فرنسا ويتحدث سكانه باللغة الفرنسية، أما الجانب الأيسر بمبانيه ينتمي إلى دولة إسبانيا ويتحدث سكانه بالإسبانية بالطبع. 8. الحدود الفاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. يصل طول الحدود الفاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى حوالي 9000 كيلومتر، وقد كانت ستصبح حدوداً عادية جداً لو لم يكن هناك مكتبة ودار أوبرا تمر منها. يعرف هذا المبنى باسم مكتبة هاسكيل الحرة ودار الأوبرا، وهو عبارة عن مبنى كلاسيكي جديد يمتد على طول الحدود الدولية في جزيرة روك في كيبك وديربي لاين في فيرمونت. وقد افتتحت دار الأوبرا في 7 يونيو 1904. 9. الحدود الفاصلة بين كوريا الشمالية والجنوبية. تعد الحدود الفاصلة بين تلك الدولتين من أخطر الحدود حول العالم والأكثر تشديداً في الحراسة والأمان، ففي الماضي كانت الدولتين دولة واحدة حتى نشبت الحرب عام 1953 وانقسمتا إلى دولتين منفصلتين تماماً عن بعضهما، وهي منطقة عسكرية تماماً تخزن بها كل دولة أسلحة وذخيرة تكفي لنشوب حرب عالمية جديدة. ولكي تتفقد المنطقة هناك يجب عليك أن تأخذ تصريحاً عسكرياً من الدولتين. 10. الحدود الفاصلة بين إسبانيا والمغرب العربية. تعد المنطقة الحدودية الفاصلة بين هاتين الدولتين من أصغر الحدود المعروفة حول العالم، فقد كانت تلك الجزيرة الإسبانية الواقعة في المياه المغربية هي الحدود الفاصلة حتى سنة 1934، والتي تحولت فيها تلك الجزيرة إلى شبه جزيرة بفعل عاصفة شديدة ربطتها باليابسة، وهي منطقة تحرسها القوات الإسبانية ولا يمكن الوصول إليها من المغرب إلا عن طريق الطائرات الهليكوبتر. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.